أهلا بيكم. معروف إنه من ملايين السنين كانت بتسكن الأرض حيوانات عملاقة انقرضت منها أنواع كتيرة، ومع ذلك فما زال كوكبنا مليان بالمخلوقات الضخمة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم مجموعة من أضخم الحيوانات في العالم واللي ما زالت موجودة على الأرض حاليا. تابعونا. فيل البحر الجنوبي. فيل البحر الجنوبي هو حيوان من الثدييات المائية بيشبه الفقمة لحد كبير. الاختلاف الوحيد ما بينهم هو الخرطوم الطويل اللي بيشبه خرطوم الفيل، لكن أقصر بكتير من خرطوم الفيل. المخلوق ده بيعتبر من عمالقة البرمائيات، فبيوصل طول الذكر البالغ لحوالي 6 أمتار، وأقصى وزن ليه هو 4 أطنان، وبيعتبروا علماء الأحياء فيل البحر الجنوبي واحد من أضخم البرمائيات في العالم. أما بالنسبة لخرطوم المميز فبينمو لحد طول 30 سنتي عند الذكور البالغين في سن 8 سنوات، أما الإناث فمش بتمتلك خرطوم. حوت العنبر. حوت العنبر يعتبر من أضخم الحيتان المسننة في العالم، وهو النوع الوحيد الباقي من جنس العنبر، وبيوصل طوله ل 20 متر. وزن المخ فقط بيعادل 5 أضعاف وزن جسم الشخص البالغ. وفقاً للدراسات الحديثة، حوت العنبر بإمكانه ابتلاع شخص بالغ في مرة واحدة. حوت العنبر حوت عدواني إلى حد ما، وبتسبب في تحطم سفن الصيد باستمرار، وحالياً انخفضت أعداد حيتان العنبر ل 400 ألف حوت في العالم، والسبب هو الصيد الجائر وتلوث البحار. سمكة شمس المحيط. بتعرف سمكة شمس المحيط واللي بتشبه القرص الضخم العائم تحت المياه بعدة ألقاب، منها سمكة قمر المحيط ومولا مولا وخفاقة البيض، وهي من الكائنات المحيطية المحبة للعزلة والتواجد قرب سطح المياه، وبتتحرك ببطء شديد نظرا لحجمها الضخم. وزنها اللي بيساوي طن تقريبا، وطولها اللي بيوصل لتلات أمتار. وأكبر سمكة مولا مولا اتسجلت في التاريخ كان في سنة 1908، وكانت بطول 4 أمتار ووزن 2 طن وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وبتمتلك زعنفة ظهرية ضخمة بتشبه زعنفة سمكة القرش، لكنها كائن غير مؤذي بالمرة، وما تسجلش قبل كده أي حالة لمهاجمة سمكة شمس المحيط للإنسان. دب كودياك. دب كودياك البني من عائلة الدببة البنية، والملقب أحيانا بالدب البني الألاسكي، وهو بالنسبة لنظيره الدب القطبي يعتبر من الدببة القوية. ومن ناحية الحجم فدب كودياك هو الزعيم بلا منافس، وبيبلغ ارتفاعه متر ونص تقريبا، وعرضه حوالي 3 أمتار ونص، وزنه 1135 كيلوغرام. لكن بالرغم من مظهره المرعب فدب كودياك من الممكن ترويضه وإخضاعه للتدريب، حتى إن واحد من دببة كودياك هو نجم سينمائي يدعى البارت، وهو بطل في حوالي 9 أفلام. الفيل الأفريقي. بيعتبر الفيل الأفريقي هو أضخم حيوان بري، وبيوصل ارتفاع الذكر البالغ ل 7 أمتار ونص، أما ارتفاع الأنثى فبيكون أقصاه 6 أمتار، وبيوصل الوزن ل 12 طن. وبالرغم من حجم الفيل الأفريقي الضخم إلا إنه بيمتلك قدرات عقلية بتمكنه من العمل في السيرك والسفر حول العالم لأداء العروض. الفيلة الأفريقية كمان بتمتلك ذاكرة قوية أقوى من ذاكرة الإنسان، وبتقدر تميز ما بين الألحان المختلفة، حتى إن واحد من الفيلة الأفريقية نجح في رسم لوحة فنية هايلة بمساعدة مدربه. الديدان الأنبوبية العملاقة. واحدة من الكائنات البحرية الضخمة والقريبة في الشكل من الشعاب المرجانية هي ديدان الأنبوبية العملاقة، وهي كائنات ما بتمتلكش أي أعضاء مخيفة ظاهرة، ولا حتى ليها فم ولا معدة، بس الشكل الأنبوبي العادي. وبتعتمد الديدان الأنبوبية العملاقة في غذائها على نوع من البكتيريا اللي بتتواجد على الزوائد في طرف الأنبوبة، وعادة بيوصل طول الدودة الواحدة لمتر ونص، وأحيانا ممكن يوصل الطول لتلات أمتار. الديدان دي بتعيش في مجموعات في أعماق شرق المحيط الهادي على عمق 2000 متر. حيوان الفظ. الفظ هو واحد من أضخم الحيوانات في مجموعة الثدييات البحرية، وهو من سكان المحيط الشمالي المتجمد، وبيعتبر واحد من أقدم المخلوقات وموجود على الأرض من العصر الجليدي. وبيوصل طول حيوان الفظ لتلات أمتار، وبيوصل وزنه لاتنين طن. وبتتميز حيوانات الفظ بنابين من العاج بيوصل طولهم أحيانا لمترين، وهي حيوانات اجتماعية بتعيش في قطعان بتتراوح أعداد أفرادها ما بين 10 ل20 حيوان على صخرة واحدة، وأحيانا بيكونوا مجموعات كبيرة بيوصل العدد فيها 2500 حيوان. وبتعيش حيوانات الفظ متزاحمة بالقرب من المياه، وعلى الرغم من بطء حركتها على اليابسة إلا إنها ماهرة جدا في السباحة، وبتدافع حيوانات الفظ عن بعضها البعض في حالة تعارض الهجوم.
البجا الدلماسي. يعتبر البجا الدلماسي هو أضخم أنواع البجا، واحد من أضخم الطيور الحية، وبيتميز بشعره المجعد على العنق وطول الجناحين 3 أمتار ونص، أما طول الجسم فبيوصل ل 183 سنتي. وعلى الرغم من حجمها العملاق إلا أن البجا الدلماسية جيدة جدا في الطيران، وبتوصل سرعة طيرانها ل 50 كيلومتر في الساعة. بيتميز البجا الدلماسي كمان بمنقاره الغريب اللي بتستخدمه الطيور دي كشباك للصيد، وباستخدام المنقار يقدر الطائر يشيل ما يعادل 13 لتر من المية أو الطعام. وخلال موسم التزاوج بتصدر طيور البجع الدلماسي أصوات مميزة بتشبه صوت البط. وحيد القرن الأبيض. يعتبر وحيد القرن الأبيض أضخم نوع من حيوانات وحيد القرن في العالم، وبيوصل وزنه إلى 4.5 أطنان وطوله حوالي مترين، وفي منه نوعين، وحيد القرن الأبيض الشمالي وحيد القرن الأبيض الجنوبي. وبتعيش حيوانات وحيد القرن الأبيض في الطبيعة فرادى، ونتيجة عمليات الصيد الجائر أصبح وحيد القرن الأبيض الشمالي على وشك الانقراض. ففي يناير من سنة 2015 انخفضت أعداد حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي لثلاثة فقط، 2 إناث وذكر، والذكر موجود حاليا في محمية تحت الحراسة على مدار الساعة من قبل السلطات. ومؤخرا جاري جمع تبرعات لإنقاذ الفصيلة على موقع تندر. الحوت الأزرق. على الرغم من أن الحوت الأزرق يعتبر هو أضخم الثدييات على كوكب الأرض، إلا أنه بيتغذى على أصغر الحيوانات البحرية زي روبيان، وبيستمر نمو الحوت الأزرق العملاق لحد طول 33 متر والأكثر من 150 طن وزن. وبيقضي الحوت الأزرق معظم وقته تحت المية، على الرغم من أنه ما بيمتلكش خياشيم. كمان صغار الحوت الأزرق بتتغذى على الحليب من أمهاتها، وعلى عكس الأنواع الثانية من الأسماك فالحوت الأزرق من ذوات الدم الحار. وبإمكان الحوت الغوص لعمق 200 متر في الأحوال العادية، وفي حالة الشعور بالخطر بإمكانه الغوص ل 400 أو 600 متر والبقاء تحت المياه لمدة ساعة كاملة. وبيقدر الحوت الأزرق يصدر نافورة مياه بيوصل ارتفاعها ل 10 أمتار. شكرا على المشاهدة، ومنتظرين آرائكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، ومتنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.